هنعمل لانشون الفراخ. تمام، كل اللي هحتاجه انا عايزه كبه. تمام، طيب لو ما عنديش كبه اعمل ايه؟ ما فيهاش اي مشكله، لو هتقدري تجيبي الفراخ مفرومه جاهزه من عند الفرارجي يبقى كان بها، يفرمها لك ناعم قوي لو انت ما عندكيش كبه، وممكن بقيه المكونات كلها نخلطها في الخلاط. تمام كده، لكن لو عندك كبه يبقى كويس قوي. مش عارفه تجيبي الفراخ مفرومه من عند الفرارجي، هاتيها من عندك قطعي، بس صدور مش وراك، صدور مش وراك، وهقول لكم ايه الفرق بينهم وليه بنفضل الصدور. تقطعيها مكعبات صغيره قوي وتفرمي شويه شويه في الكبه لحد ما يديكي خليط ناعم، علشان المكونات كلها تبقى ميه واحده ما تبقاش فيها حاجات مكتله. طيب احنا هنحتاج ايه تاني كمان ادوات علشان نعمل لانشون الفراخ؟ اللي هو الكوز المربع، الكوز المربع زي ما بنجيبه من بره بالظبط. كل اللي هحتاجه قالب انجلش كيك زي ده، سواء صغير او كبير على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، وعايزه صينيه اكبر شويه يدخل فيها القالب. وكل اللي هحتاجه يا اما استرتش غذائي يا اما اكياس ثلاجه مفتوحه. عندك ده هيمشي وعندك ده هيمشي، ما بتقفش على حاجه ادام في دماغ شغاله وادام في بدايل، ده اللي احنا هنعمله. طيب كده حضرنا الادوات بتاعتنا، كبه، قالب انجلش كيك، وصينية أكبر شوية. هنحتاج إيه كمان؟ الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 200، عندي مية سخنة علشان أحطها في الصينية. طيب دي الحاجات اللي إحنا هنستخدمها. نيجي بقى دلوقتي لمكونات اللانشون نفسها اللي إحنا هنستخدمها. اللانشون بالفراخ هنحتاج في إيه؟ نص كيلو صدور فراخ، وليه صدور مش وراك؟ الوراك بيبقى فيها عروق كتير، فلما نيجي نضربها أو نيجي نفرمها، نيجي نضربها او نفرمها العروق دي هتبقى باينه في كوز اللانشون اللي احنا هنعمله، دي حاجه احنا مش عايزينها، عشان كده انا مختاره الصدور عشان ما بيبقاش فيها العروق ديت. نص كيلو صدور فراخ، بسطرمه قطع صغيره بالشكل ده كده، مش عايزه تحطي بسطرمه وعايزه تحطي لانشو هيبقى هنبدلها بلانشو شرايح. معايا بيضايه كامله وعليها كمان ابيض بيض، بيضايه كامله على بعضها وابيض بيض، ربع كوبايه دقيق، ومعايا 3 معالق او 4 معالق زيت سندباد. طيب التوابل بتاعتنا هتكون عباره عن ايه؟ توابلنا عباره عن بصل بودر معلقه كبيره، توم بودر معلقه كبيره، وملح وفلفل ابيض. اللانشون الفراخ ما بتحطلوش فلفل مجروش اسود، ما بتحطلوش فلفل اسود بودر، لا بنحط له فلفل ابيض يدي تطعيمه لكن ما يغمقلناش اللحم بتاعه. معروف ان لانشون الفراخ فاتح، ما بيبقاش ولا مدي لون محمر ولا مدي لون اغمق شويه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا كده نشتغل ونشوف هنعمله ازاي، ونشوف سمك الخليط اللي احنا عايزينه عشان يطلع معانا مظبوط برضه هيكون عامل ازاي. عندي الكبه بتاعتي وعندي الفراخ مفرومه، هكتفي بالفرمه بتاعتها، لا انا هحطها تتفرم تاني عشان انا عايزاها ناعمه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الكبه وادي الفراخ بتاعتنا اهي. عايزه تعمليه ساده ومش عايزه تحطي له ولا بسطرمه ولا زيتون ما فيهاش اي مشكله، هيطلع معاكي برضو زي الفل. ادي الفراخ بتاعتنا، هخلطها كويس الاول عشان انا عايزاها انعم من كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، وهي الفراخ بتاعتنا بتتفرم زياده، انا حطيت من فوق وهي شغاله التوابل بتاعتنا بصل بودر وتوم بودر وفلفل ابيض، وحطيت ملح وخلطتهم كويس قوي مع بعض. هعمل كده واروح منزله الفراخ بالشكل ده، واروح حاطه البيضايه الكامله، وادي بياض البيض، ومعاهم الدقيق ربع كوبايه دقيق. ناقصني ايه؟ ناقصني حوالي 4 معالق من زيت سندباد. بسم الله الله، واحد ملوش تاني، تلاتة، اربعة، واخلط كل ده مع بعضه ونشوف شكل الخليط هيبقى عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، you
بصوا كده وهو بيتخلط، احنا حطينا في المقادير 4 معالق زيت سندبل، لكن وهو بيتخلط انا حسيت ان هو اللحمه بتاعته تقيله شويه، يعني هيبقى فيها قطع، يعني لما اجي احطها في القالب بتاعنا واجي اقطعها بعد كده هلاقيها مش ناعمه، فروحت مزوده زيت سندباد واحنا بنفرم. بصوا بقت انعم ما كانت معموله. بصوا بس انا شايفه ان هي عايزه شويه زيت كمان، هشغل عليها واحط لها شويه زيت سندباد كمان علشان تديني نعومه اكتر. طب ممكن نحط الزيت ونحطه في القالب ونطلع؟ بسم الله. بصوا كده بقى انعم خالص. عايزه دلوقتي بقى، انا قلت ان انا هعمله بالبسطرمة، تمام؟ قابل لي ايدي زيت سندباد كده واروح منزله الخليط بتاعنا كله بالشكل ده. بصوا دي النعومه اللي انا بتكلم عنها، بصوا مفهوش تكتلات. بصوا ميه واحده ازاي، ده اللي انا بتكلم عليه كده. انزل كل اللي موجود في الكبه اللي احنا خلطناه في بوله. طيب دلوقتي عندي حريه الاختيار ان انا يا اما اعمله ببسطرمه يا اما احط له زيتون. انا هعمل القالب بتاعنا ده بالبسطرمه علشان تشوفوا شكله عامل ازاي. عايزه تعمليه ساده، مش عايزه تحطي له ولا زيتون ولا بسطرمه، مش هيقول لك لا، هيطلع برده في منتهى الجمال. بس موضوع البسطرمه ده جربيه، صدقيني بيدي طعم حلو جدا وشكل كمان حلو قوي. بصوا كده هروح حاطه البسطرمه ما حطيناش ليه البسطرمه في الكبه؟ علشان انا مش عايزاها تكون مفرومه فرم ناعم زي الفراخ كده، لا انا عايزاه لما قالب او كوز ال اما كوز اللانشو بتاعنا يستوي تبقى باينه فيها قطع البسطرمه زي ما بنجيب من بره بالظبط، بيبقى باين فيه قطع اللانشو او اللي هو اللانشو المدخن ومعمول فيه قطع لحمه، بتبقى شايفينها باينه. فعشان كده بعد ما بنخلط الخليط خالص بروح حاطه البسطرمه وبيتقلب بالايد كده عشان تبقى باينه. طيب كده اللانشو خلص، نيجي لطريقه التسويه. الفرن عندي شغال على درجه حراره 200، الصينيه بتاعتنا اهي بتتعمل فيها ميه سخنه بالشكل ده. اهم حاجه الميه السخنه اللي تتحط في الصينيه توصل لنص القالب بتاعنا كده اهو، واروح جايبه القالب بتاعنا كده وجايبه الاسترتش الغذائي اغلف بيه القالب واسيب الاطراف بتاعته طالعه لبره علشان هغطي بيه اللانشون من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكرة الموضوع مش دبكة ولا حاجة، الموضوع مش صعب، لما تشوفوا النتيجة في الآخر يعني هي هتستاهل. طلعي دلوقتي لو عندك بانيه في الفريزر طلعي نص كيلو يفك، بعد كده فرميه شوية شوية. عندك بواقي بسطرمة ماشي، ما عندكيش هاتي، مش عايزة تعمليه بسطرمة خالص ما فيهاش أي مشكلة، وجربيه تشوفي النتيجة إن شاء الله وتبعتولي تطبيقاتكم على صفحتنا. بصوا كده معنديش استرتش غذائي يا نونا، اعمل ايه؟ مفيش اي مشكله، كيس ثلاجه هنفتحه وهنشتغل بيه كده يكون اكبر شويه علشان انا عايزه اطرافه بره علشان هرجع اجمعها على اللي احنا هنحطه بالشكل ده كده. دهنه زيت بسيطه وابدأ بقى انزل الخليط بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده وابدأ اساوي عشان يبقى كله حتة واحدة عشان لما يستوي كده اساوي كله بالشكل ده
علشان يطلع لي مربع. طب انا لو عايزاه ان هو يبقى الكوز بتاعي بتاع اللانشو مدور زي ما بنجيب مثلا لانشو اللحمه من بره، تمام؟ واحنا بنعمل اللانشو اللحمه هوريكم ازاي نطلعه مدور باسهل طريقه، وبحاجه برضو موجوده عندنا في كل بيت. بس كده اهو، انا عايزه كله يبقى سوا واحد بالشكل ده كده. خلاص خلصت، خلاص خلصت، راح عامله كده. بالشكل ده، واروح حطاه في الصينيه بتاعتنا اللي فيها ميه سخنه علشان يوصل لنص القالب بتاعنا، واروح مغطيه بقى كل الموضوع ده كله بالصينيه بالقالب كله بورق فويل. بسم الله، خلوا بالكم الصينيه سخنه طبعا عشان الميه. بالشكل ده كده، واقفل كويس قوي. الفرن شغال عندي على 200، هحطه في النص على الشبكة بتاعتنا لمدة قد ايه يا نونا؟ لمدة نص ساعة. نص ساعة واروح شايلة الفويل وبحرف سكينة اروح غرزها في نص القالب بتاع اللانشون. طلعت نضيفة وزي الفل، يبقى هو معانا كده استوى. طبعا الفراخ اصلا مش هتاخد وقت التسوية، بس احنا بنتكلم على انه يبقى ضامنين ان هو استوى. نطلعه، هنطلعه مع بعض. قلت لكم مش عاملة نسخة. بسم الله الرحمن الرحيم، نطلعه ونسيبه يهدى خالص قبل ما نقطعه، وان شاء الله هيكون هدي معانا ونقطعه مع بعض ان شاء الله باذن الله ويطلع زي الفرن كده. نطلع اللي في الفرن، او نيجي قبل ما نطلعه نختبره ونشوف شكله هيكون عامل ازاي. ادي السكينه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي بالله كده، نخلي ذكر ربنا دايما في بقنا عشان الحاجه بتاعتنا تتعمل. بسم الله ما شاء الله عليه. سخن. بس هو شكله استوى، ممكن اطلعه على يعني انا لما شلت الفويل انا شايفه ان هو شكله استوى. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا كده احتياطي برضه، اروح عامله كده. بصوا هو شكله ما شاء الله عليه، اروح عامله كده طلع ما شاء الله نظيفه وزي الفل. طيب خلصنا من مرحله التسويه، مرحله التبريد بقى عشان ايه نبدا نقطعه، مش هيتقطع سخن عشان ما يفرولش في ايدينا. نطلع كده ونشيل بقى الميه السخنه بتاعتنا دي اللي سوينا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده كده. بصوا كده اهم حاجه حته التبريد بقى، انا هشيله من القالب. بصوا بكل سهوله اهو كده، حته التبريد اهم حاجه، ما نقطعهوش الا لما يبرد خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، هنقله على البلانشه بتاعتنا واسيبه يهدى في الهواء، ومش هنقطعه الا في اخر حلقتنا، ونشوف شكله من جوه وشكل البسطرمه كمان. ريحه البسطرمه تسلم لي يا رب، سلم عمرك. ريحه البسطرمه كمان هايله كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا ادي سخن على فكره. هو انا ممكن احطه على البلانشه وتجيبه من على البلانشه عشان سخن؟ عشان سخن. بصوا بقى هنسيبه يهدى خالص قبل ما نقطعه شرايح، ونشوف شكله لما يتقطع وشكل البسطرمه من جوه عامل ازاي. كده يبقى عملنا لانشون الفراخ، طالع الشكل بتاعه بسرعه كده. حاضر، شكل الكوز اللي هو المربع نسيبه يهدى.
وحبيت بقى ان انا اقطع لانشون الفراخ معانا اللي هو بالبسطرمه. مش عايزه تحطي بسطرمه ما فيهاش اي مشكله، ممكن نسيبه لما يهدى كمان. انا عايزه اوريكم بقى شريحه اللانشون نفسها عامله ازاي. عايزه تحطي مكان البسطرمه تحطي مكانه زيتون هيبقى حلو قوي، عايزه تعمليه ساده هيبقى حلو قوي، لونه زي ما حضراتكم شايفين كده. ما نحطش فلفل اسود، الفلفل الاسود هيغمق اللحم بتاعه معانا. الفراخ اصلا لحمها ابيض، لكن لو حطينا فلفل اسود هيغمق اللون، علشان كده نحط فلفل ابيض هيدينا تطعيمه حلوه، لكن في نفس الوقت هيدينا لون فاتح. ملح يتزبط، خلوا بالكم ان البسطرمه لو هنحط بسطرمه البسطرمه بتبقى حادقه شويه، يبقى نقلل الملح في التوابل بتاعتنا اللي احنا هنحطها. حتى لو هنحط زيتون يبقى نفس النظام، مش هنحط ولا زيتون ولا بسطرمه، يبقى هنحط الملح بتاعنا عادي خالص. جربوه مش هتندموا، جربوه النهارده هيطلع معاكم في منتهى الجمال، وصحتين وعافيه على قلبكم يا رب.